هلو ليديز اند جنتلمان، اعزائي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. مقطعنا اليوم شباب مقطع يعني راح نسترجع ذكريات ايام زمان ونزور حسابات المتابعين اللي شحنا لهم من زمان. شوف شو صار بهالحسابات معلم. اوكي، اول شيء مثل ما انتم شايفين هون شباب، هون راح نشوف اول مقطع. اوكي، بس قبل ما نبلش اي شيء شباب، اكتبوا صلاة على النبي، خلينا نبلش بهذا المقطع. بدنا لايكاتكم شباب وشي باللوز. اوكي، ركزوا معي كيف هوني، ركزوا هوني. طيبين هوني، وقتها شحنت 15000 جوارة، وقتها نزلت حاضنة اسطورية. خلينا نشوف، نزلت حاضنة اسطورية كتير شباب، يعني صراحة مع والله شيء حلو. نزلت 3 حاضنات بحاضنة واحدة شباب. طبعا هوني شباب، هوني بتذكر ايام زمان كان هي تعتبر كانت من اول الحاضنات اللي نزلت. يمكن اول حاضنة كانت ولا تاني حاضنة، الله أعلم، ما بتذكر صراحة. بس ولكن يعني هي أسطوري ها كان. خلينا نشوف مقطع. أعزائي الكرام المتابعين الحلوين الأمورين، كل شيء مثل ما أنتم شايفين حبايبي، أنا الآن بحساب أحد المتابعين يا أساطير مثل ما أنتم شايفين شباب. شحنت له تقريبا 12000 جوهرة حبايبي. قبل ما نبدأ المقطع شباب، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يا أحلى ناس. بدنا نوصل هذا المقطع شباب 30000 لايك شباب. هي أول مرة بطلب من لايكات هيك هذا العدد، 30000 لايك شباب. بدنا نحط له كل شيء بالحاضنة المحررة باللوس، ونحاول نجيب له شاب الافضل السكنات بالحاضنة. اوكي، طبعا هون شباب، هون كان هون شحن تقريبا 15000 جوهر، بس ذكر ما بتذكر هون معلم كان حظ. بس ولكن هون بعد ما جيت على المقطع وجيت ودخلت شباب، بعد ما بحثت هون غطيت اشوف الاي تبعه. طبعا هون ما كان عنده ولا 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 ولا, ولا, ولا سلاح. ما بتذكر شو جبنا له وقتها. هون وقتها هون بتذكر جبت له، حرقنا له الحاضنة، هون حرقنا الحاضنة يا شباب. اوكي، المهم نجي لهون. طبعا هون مثل ما انا شايف راحت، مثل ما شايفين هون ما كان عنده لا سكار، ما عنده هالاشياء كلها بعضها. هون وقتها جبنا له سلاح من كل شيء. هون هون شو جبنا له وقتها، هون قدم شوي، هون يمكن جبنا له واحد ام بي 40 وجبنا له كل شيء يعني مثل ما انتم شايفين. هون هون بلشت احرق له الفاير باس وقتها واشياء كثير. واللي هون كمان شو جبنا له، هون معلم شي لوز اللوز، شي لوز اللوز شباب باللوز، باقي حجرين يا رب يطلع له حجر. وين يا جماعه، هون وقتها حرقناه كمان اللوز اللوز. يلا شوي طلع السكين الجاز، جبت له وقتها يمكن اتذكر 3 الاسلحه وقتها زيام زلمه ايام حدث الجاز، يمكن اول مره كان نزل بعد ما رجع من الفتره اللي فاتت. والول على زمان يا جماعه. هون كمان في شغلات ثانيه، خلينا ندخل بس بدي اشوف له هي هو بس تذكرت هون وقتها حطينا له كودات. بس صراحه صراحه ايام زمان لعبت فري فاير، ايام زمان رقصت هيك كان عاجبني صراحه شكل فري فاير والديكور كله على بعضه. قلب انها هنا، سوف ندخل الى هنا يا ساتير. اوكي يا جدا، تيك جوهره يا بلاش يا بلاش. ايوه هون ايام التخفيضات اللي يا جدك على ايام يا جماعه. جبنا له اهم شيء، جبنا له اهم الحساب، يعني هلا صار وضعه لوز اللوز شباب. اوكي، طبعا هذا الاي دي، هذاك الاهالي كل موجود فوق 15. اصبر شوي اصبر، نرجع على اللعبه، نعملها هون ونفتح اللعبه. الاي تبعه نجي لهون، هون كم الاي دي؟ 1579 1579 نشوف هون 1579 على اليمين، هون عم نشوف 1579 459 459. شو كمان؟ ايه راحت الكاميرا. ايه ويكر يا جدك، بلشنا ندوخها. 1 5 4 5 9 5 9 5 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
هذا هو اسمه شنكر مثل ما هو. اوه بعتذر اللعب المنتو في خرب سنتا اول. شوفوا شوفوا شباب حرامات حرامات يا جماعة. طلع معتزل اللعبة هذا يخرب بيت سنتك. اوكي صاحب المعتزل اللعبة معلم جوار كلش حدروا عليهم كل راحتك ديهم. اوكي والان راح نكمل معلم بالحساب الثاني متاع احد المتابعين. طبعا شباب الفيديوهات موجودة على اليوتيوب ان تقدرون تروحوا تشوفوها كمان صح تشوفوا بالتفاصيل اللي حرف ما حرف. حبايبي كرام مثل ما انتم شايفين شباب هون مقطع جديد هون الشباب ايام ما نزل
الساموراي. يا عيني يا عيني يا عيني. طبعا هون بتذكر هون كان بين الاي دي تبعه هون جبته. في لك الاي دي موجوده فوق يا جدك 6337 موجود. هون وقت حرقنا له الساموراي اللي بدكم اياه. اوكي ست... هون الساموراي نعمل تخطي. يلا يلا هل يطلع يطلع هون جبنا له وقت الساموراي يا جماعه. هون كان الحاضني يا اخي بعطينا كل اقنعه عشان ما بيعطيني. تمام خلينا نفكر شوي. والله شيء هون هون عم بفكر كنز جبل الأحسنة. هاي صاحبنا ليك هون معلم. تستاهل تستاهل حبيبي تستاهل. من الغلب تستاهل. شو جبت لك ولا لا؟ شفت؟ تافو عليك تافو. طبعا هون قدرت اوصل اجيب الاي دي تبعه 6337039. هذا هو البروفايل معلم. ما شاء الله عليه يعني عن جد. بي صاحب ما بيشحن هيك. اوكي خلينا نروح نشوف الاي دي تبعه شو كان موصل. ويل ويل اوكي. كم كان؟ حتى هون بالكامل ايوه 6 3 3 7 0 0 7 3 9. شوف ما اعتزل وما اعتزل. ها وين راح داي؟ اريكم كان حطيت صفر زياده ليكون انا. هذا هو اصبر شوي تاكد ثواني. هذا هو 7 7 3 9. هذا هو يب هذا. وين هذا كمان معتزل؟ يخرب بيت فنتك. هذا كمان معتزل يا جماعة. بس ولكن موصل شو بدك كمال بان ول متاخد بان. هذا يا شباب متبند ولا شلون؟ بان 2023 ول متبند صدقونا. اللي يهديك ربي يا مواطن متبند. دايم برو. اوكي راح نشوف الثاني شباب. هون معلم هون راح شحننا تقريبا 7000 جوهره. كان في متجر غامض بروفيسور عيم لكازا دي بابيل. هلو يا حلوين كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيف تعمل احنا ناس حبايبنا كنا الكرام. جات لكم مقطع جديد يا اساطير مثل مقطع اليوم اسطوري كثير شباب. اليوم شباب جيناكم بمتجر جديد اسطوري شباب اللي هو متجر البروفيسور شباب. مثل ما انتم شايفين شباب هذا هو المتجر. اوكي حبيبي بس ولكن شباب ما راح احرقه الان بحسابي حبايبنا. راح نتحول الان مثل ما مكتوب العنوان. اوكي شباب راح ننتقل لحساب احد المتابعين يا اساطير. لا شحنت له الجواهر وكلش مثل ما انتم شايفين يا اساطير. شحنا له التوب اب وصلوا هاي. اوكي وصل جوزيف ولازل لوس. هذا هو الشاب عندنا هون. اصبر 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 الاي دي. شحنا له التوب اب وصلوا هاي. اوكي وصلوا شخصيه جوزيف. هذا هو انه ان او واحد باكت نكتب نكتب الاي دي. ايوه اوكي نحط الاي دي على حال مسكين نكمل ولازل لوس. هذا هو الشاب عندنا هون. طبعا هون كان على ايام زمان الشباب. لا تخصنا اخونا عليكم نقاطعكم نشوف الاحداث القديمه. هون وقتها كان نازل لا كازا دي بابيل. ايام شوف الرومات 60 روم يا جدك يا جميلين. لنشوف شباب اذا عنده شو عنده شو ما عنده شباب. لحد الان ما عرفت شو في موجود عنده بالحساب. دخلت على الحساب شدغلت على الحساب وشحنت مباشره. ليك جايز رح ندخل نشوف الشخصيات ونشوف شو في عنده شو ما عنده بشكل سريع. اوكي عشان نعرف شو نجيب. هون عم نشوف هون كنا عم نشوف الاشياء هون هيك على السريع مثل ما انتم شايفين. هون جبنا له وقت البروفيسور والسكنات الموجوده كان بالمتجر. يا سلام له هي كمان معلم نشتري له كل شيء. والول والله شيء حلو. بالنسبه لرخصه القلب اذا موجوده هون معناتها شيء اكيد ما يكون عنده اياها. رخصه القلب هون. اوكي اوكي سو جايز خلينا نشوف. اوكي يمي متجر الغامض على البروفيسور. شوفي كان اشياء هون دوبي متجر الغامض بروفيسور. وقتها حرقنا الاشياء وحاضنه واشياء وسكار. وحتى هون سكين متطور كمان يا جدك. لان هون الاسلحه كان يا لطيف جبنا والله معلم. كان حظه كان بتذكر حظه كان اسطوري. حجر هو القناع. بدنا حجر ابربكم حجر بليز الله يخليك. هاي حجر حلو. هاي جنى الحجر معلم. هاي حجر يا اخي شو اخ. هاي حجر خلاص معلم كله اسطوري بالهذا. ويلي والله شباب شو قاعد بجيب. وات واو يا ربي شوف الاقنعة. يلا شوف الاقنعة شباب. اقسم بالله فظيع اقسم بالله فظيع شباب. الاقنعة فظيعة. اوكي شباب الحلوين الان شباب رح ننتقل لل شو هذا. يلا شو هذا اللي طلع له يا جدة. جبنا له الام بي 40. ويل 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 نسمع مع صاحبه معلم. هذا شو الوضع الوز الوز حبيبي حبيبي الف مبروك عليك تستاهل حبيبي. تذكرت هذا الفاير باس هذا ايام زمان. لوز اللوز والله شكرا شكرا لك من كل قلبي. الله يخليك حبيبي تستاهل تدلى تدلى. عندك صار السكار تيتان والام بي 40 والاشياء المهمه يعني وضعك يكون فيها لوز اللوز حبيبي والله. نعم شكرا لك من كل قلبي. الله يخليك
الله يخليك. اوكي اوكي خلاص هون شفنا 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 سوين خلص خلص نشوف كان حبايبي الكرام ايه بكون انتهى مقطعنا انتهى مقطعنا مع العمي خلينا انتهى المهم انتهى مقطعنا هلا هذا اسمه اللو بلاك هات نروح على اللعبه لنشوف الاي تبعه اوكي 2 2 1 7 7 0 1 7 4 6 يا جدك طبعا هون شكله مو متغير اسمه اسمه مش متغير بالبروفايل هذا هو على حاله والله هذا على القليل ما ترك الله معلم كفو نعطيه اللايك كفو عليك يا وحش هم اتصلك بعت له طلب صداقة وبعت له طلب صداقة نشوف والوال يا شباب والله كفو عليه مو ترك اللعبة أخونا كفو اوكي يا طيبين هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع اذا تحبوا نعمل الجزء الثاني من هالسلسله ترى شباب انا قاعد عم بفرش كنت شايف كثير 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 ومصور واشياء غريبه عجيبه صراحه اوكي تحبوا نعمل جزء ثاني اكتبوا لنا بالتعليقات بشوفكم ان شاء الله مقطع جيد بتمنى لكم يوم سعيد السلام عليكم بس ولكن بالمناسبه في مسابقه شباب احنا عاملين على المقطع اللي فات لازم وصلوا ضروري 10,000 لايك عشان تبلش المسابقه اوكي جو